السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي الغاليين اخباركم ايه؟ وحشتوني يا رب دايما بخير وبصحة وهنا وسعادة وفرح وحاجات كده كتير. النهاردة هنصمت قليلا احتراما وتقديرا للزيت المعجزة اللي احنا هنعمله النهاردة. اول قناة على اليوتيوب بل وعلى المجرة تعمل زيت الموز، لله ولله الحمد كنا احنا عملنا زيت الموز حاجة كده اختراعات اللي اخترعوه. اول قناه تعمل صابونه الموز احنا، اول قناه تعمل كريمات الموز احنا، لدرجه اني لميت لك كل ده وشامبو الموز وكل ده حطيته لك في ملف اسمه ملف الموز. لو انت عاوزه تنقلي شعرك نقله تانية وتنعميه وتخليه كما يجب ان يكون، بص بسرعه معايا على اول تعليق هتلاقيني سايبالك ملف الموز ده. هنرحب ببشمهندس سيف يوتيوبر وصفه وتركيبه. منورنا يا باشمهندس. بنورك يا استاذه وبنور الناس كلها، واحنا النهارده يا جماعه بجد قدام كنز، قدام حاجه كده رهيبه فوق الخيال. هتتفرجوا وهتحكموا بنفسكم. النهارده عاملين كده زي اللي داخلين نرسم لوحه فنيه حرفيا. سيبي لي نفسك كده واستمتعي بالجمال، بس رجاءا 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 لايك 50,000 تعليق. لا بغض النظر عن 50,000 تعليق اللي انت هتعمليهم وبغض النظر عن اللايكات، شيروا الفيديو ده وبغض النظر انك انت هتطلعي جدع معايا وهتشير الفيديو وتقولي الله، كل كلمه هنقولها في الفيديو حرفيا مهمة. حضرتك هتجري كده او كده لا تلومي الا نفسك. هنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لما تجيبي لي حلتك وفيها شويه من قشر الموز، ايوه هتيجي واحده تقول ما ينفعش نحط موز، ممكن نحط موز، عملناه بطريقتين قبل كده حطينا فيهم موز، ينفع قشر الموز لوحده ينفع قشر الموز لوحده. تيجي نفس الواحده تقول لك طب انا عندي قشر موز في التلاجه، ينفع ينفع ينفع، بس ديري بالك من حاجه ما قلتهالكيش قبل كده، الا وهي احنا قلنا قشر الموز اللي في التلاجة ينفع بنجففه بمنديل عشان بيبقى كله مية وبناخده نستخدمه، بس في حاجة انت مش واخدة بالك منها، قشر الموز بيطلع من الفريزر الاسود، فلما تيجي تحصريه مع الزيت وتحطيه على النار اللي هو بالبلدي كده هيخونك، اللي انا مثلا ممكن افتكر ان خلاص في المرحله دي انا هطفي لانه هو اوريدي اسود، فاهماني؟ فاللي هو خلاص ده كده استوى او مثلا لا ده كده لسه شويه، لا ده كده بدري، فاهمه؟ عكس ما يكون انا مستخدمه عكس ما اكون انا مستخدمه الموز طازه. يعني يا رب تكون فهمت الحته دي. فهمت انا قصدي اقول لهم ايه؟ فهمت، بس في انا فهمت اللي انت عايزه تقوليه كل حاجه يعني. تمام. انا فهمت اللي انت عايزه تقوليه، بس في حاجه انا عايزه اضيفها عليكي. طيب ايه هي بقى؟ لما نيجي نطلع قشر الموز من الفريزر ما نستخدموش على طول. قولي ليه؟ ما عشان بيبقى فيه ميه، تسيبه خالص وتمسحه بمنديل، احنا متفقين على كده، بس انا بتكلم ان هو لما تاخده بقى تحطه مع الزيت هو اوريدي اسود، فممكن يخونك، فلا اما هتسيبيه يتحرق منك لا اما هتقفلي في مرحله تانية. فكده لو قفلت بدري شويه هيعمل معايا ريحه وحشه هيتلف معايا، او لو انا قفلت متاخر شويه فالزيت اتحرق، فطبعا الافضل كده. اما بقى لو انت حضرتك لا ده انا حاسباها، ده انا عارفه بياخد كام دقيقه بالظبط وكده، لا اشتغلي بقشر الموز المجمد عادي. تمام. قشر الموز بحط كام واحده حسب ما انت حضرتك هتحطي زيت، مش قانوني قشره قشرتين ثلاثه اربعه على حسب ما انت عاوزه. تمام تمام. تاني حاجه معانا بقى الا وهو الزيت. قلت لك قبل كده يا روحي انا شخصيا بحب استخدم قوي اللي هو زيت الذره او زيت عباد. زيت الذره او زيت عباد كان باشمهندس سيف كلمكم قبل كده ان من الحاجات اللي منجم فيتامينات حرفيا، واتكلمنا عن اراء دكاتره معينه زي دكتور عماد ميزاب، دكتور مازن السقا، دكاتره كتير جدا، ودكتوره امنيه طاهر، وناس كتير قوي قالوا ان زيت العباد وزيت الذره من الحاجات الكنز حرفيا، ومنجم اوميجا وحاجات كده رهيبه للشعر. هنستخدم منه حط برضو زي ما انت عاوزه. تمام. طب يا رشا انا عندي زيت زيتون، عندي زيت جوز هند، مفيش مشكله لو عايزه تستخدمي حاجه من دول خلاص مفيش مشكله. تمام اهو حلو جدا. تمام كده تمام كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ ركزي معايا عشان النهارده هنعمل قنبله حرفيه. لحد كده تمام قوي وكلنا عارفين ومتعودين، لان احنا ما شاء الله عملنا زيت الموز بطرق كتير جدا، بالكولاجين وبالخروع وبحاجات كتير قوي اللي ما شافهاش فاتوا كتير. برضو في تركية عملناها قبل كده هقولها لك دلوقتي، بس التقيل جاي قدام، يعني التقيل بقى والبهاريس كلها جايه قدام، بس ارجوكي سيبيلي نفسك لان حرفيا هنقلك شعرك نقله تانية خالص. عاوزه معلقه من بذر الكتان مطحونه. تمام.
كده احنا شغالين زي ما كنا بنشتغل كل مره. الاختلاف جاي دلوقتي. الانبهار والاندهاش والاعجاز والحصري والعسليه او العسل والحلويات كله جاي ورا. اللي انتوا هتشوفوه النهارده مش موجود عند اي حد. بالظبط، كل ما هو حصري الحمد لله ما بيطلعش الا من عندنا. فدلوقتي ده كده البيزك بمعنى اصح اللي احنا هنستخدمه عشان نحط عليه الحاجات اللي بعد كده. بتحط يا رشا بذرك التام مطحون ليه؟ على والله الحمد كنا احنا اول قناه نقول ان في بذرك التام بيتحط، في بذور شيا بتتحط وحاجات تانية كتير، ربنا يا رب يعني ينور بصيرتنا دايما. الحمد لله. قلنا ان بذرك التام من الحاجات اللطيفه اللي منجم كولاجين وفيتامينات وحاجات كده امر للشعر، بلس عشان يديني ملمس الزيت اللي هو الجوسي ده اللي كله كده كانه سيرم حاجه كده ناعمه على بالزبط. شعرنا تمام تمام. يبقى انا هاخد معلقه من بذر الكتان ده، بذر الكتان وانا طحنته عشان مش هنفع ان انا استخدمه سليم تمام كده. يبقى انا هطحن معلقه من بذر الكتان، هجيب كوبايه الزيت بتاعتي، هجيب الايه، هجيب قشر الموز بتاعي. هتعملي ايه دلوقتي يا رشا؟ هعمل كل خير، هاخد قشر الموز مع الزيت هضربهم الاتنين في الخلاط كويس جدا. عايزه تحطي معاهم نص موزه او موزه اللي يريحك تمام تمام. هتيجي معايا دلوقتي واحنا بنتفرج على البوتاجاز هنعمل ايه؟ عشان زي ما قلت لك التقيل ورا والتقيل جاي بالزبط. حاجه كده حرفيا قنبله. نخلص النص الاولاني بتاع الوصفه اللي انتم متعودين عليه، وبعد كده نبني قواعد المجد مع بعض، هنحط حبه مكونات كده بجد خرافه رهيبه. بالظبط، يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. بص كده يا روحي، خدنا قشر الموز مع بذر الكتان مع الزيت وضربناهم في الخلاط بالمنظر اللي انت شايفاه دوت، وهنحطهم بقى على النار ونوطي عليهم. زي ما قلتلك في الفترة الأخيرة لما تحطي اللي هي معلقة البذور دي برضو وهي مطحونة في الخلاط معاه بتبقى ألطف وألطف تمام. لا مش عاوزة، مفيش مشكلة، هاتيها وهي مطحونة ارميها هنا برضو زي ما عملنا قبل كده، ده في ايدك وده في ايدك. ركزي معايا علشان اللي جاي شغل جامد جدا حصري ولاول مره على اليوتيوب. طبعا لو انت شفتي الشكل كده او انت لسه جديده معانا هتتخضي من المنظر، لكن لو انت فاهمه او عارفه او شفتي زيت الموز قبل كده كل ده دلوقتي هيفصل الزيت منه وهينطر الزيت، وبجد هيبقى حاجه معانا تحفه. زي ما انت شايفه اهو واحده في واحده بتلاقيه نزل زي حاجات بيضه كده اللي هو الزيت تمام. بعد كده هتلاقيه فصل معانا الزيت بتاعه. قلت لك تركايه انك حاولي في النص تخلي زي ما انا مخليه هنا كده حته من قشره الموز سليمه. ليه يا رشا؟ عشان تبقى هي دي ميزانك اللي انا كده اول ما يبدا تتغير معايا اعرف ان الموز بتاعي استوى تمام، استوى وهطفي عليه تمام. فان انا بطحنه كده بس بسيب ايه قشره كده سليمه منها بعرف هقفل ولا مش هقفل تمام كده يا روحي. بوطي عليه طبعا ايدي فيه، بفضل اديله التقليبه كل شويه. طبعا هنبص نلاقيه الميه بتاعته اللي تحت دي عماله تزيد، اللي هو اصلا الزيت عماله تزيد معانا اهو زي ما انت شايفه برضو ايدينا فيه. لما بتكوني حاطه فيه مزايه او نص مزايه بيغلبك شويه في السوى، وحكيت لكم قبل كده قلت لكم ايه السبب تمام. فعايزه تشتغلي بقشر موز بس مفيش مشكله، النتيجه واحده والنتيجه هايله حرفيا اهو. عماله اهي الميه بتاعته بتزيد اكتر برضو ايدينا فيه ونديله التقليبة تمام. واحدة واحدة هتلاقي اللي هو الأبيض دوت قلب معانا الزيت. أنا طبعا معلية وعمال يجيلي تحذيرات على الموبايل، هحاول أقفل كده دقيقة أو ثانية، أو مش عايزة أقفل، أنا نفسي أوريكم الخطوات دي بالظبط لأن في ناس بيقولولي لأ ما تقفليش في الخطوات دي. وطي كده يا خالو تمام أهو، خليكي بقى أنت معايا. لو أنت عايزة تشتغلي حاجة كده شغل فاخر من الآخر ما فيهاش غلطات، الاخوه اللي عايزين يجروا جروا براحتكم، بس بعد كده لا تلوموا الا انفسكم. الاقي في التعليقات كده حرفيا رشا احنا عملنا زيت الموز واتحرق مننا نستخدمه؟ يعني اللي انا بشوفه الصراحه ما بعرفش ارد عليك اقول لك ايه. طب وانت ايه اللي خليكي تتحرقيه يعني؟ طب ما انا اهو بعمل لك عمل كل مره بطلع اعمله، بعمله عملي قدام عينيكي. طب ما تعملي زي ما انا بعمل. لا ناس كتير بتحب تجري الخطوه دي فتيجي بعد كده تقول لك باظ مني، طب اعمل ايه؟ تمام كده يا روحي. فانت ركزي معايا، لو انت ومعايا لحد الخطوه دي اديني تعليق قولي لي انا معاكي يا رشا، انا عايشه احنا وراك يا رشا تمام كده اهو. لو انت اللي هو فصل اهو معانا الزيت، يعني نطر مش فصل باظ، اللي هو نطر يعني الزيت بمعنى اصح تمام. الا قشر الموز هيبدا زي ينشف كده معانا او ميته تنشف معانا برضو ايدينا فيه. ممكن بقى مثلا واحده من الناس اللي هي بتحب تجري الفيديو عشان توفر دقيقه او دقيقتين فتقول لك ايه، ده الزيت نطر اهو مية مية، يلا نصفيه مية مية. ايه ما كل ده، كل ده يا غالية مية، ده يوم اتنين هتلاقيه عمل معاكي ريحة فظيعة جدا.
كل ده لازم اخليه ينزل كل الزيت اللي جواه، فاهماني؟ وهقول لك بالظبط امتى هنقفل. واحده واحده هتحس ان كل ده بايه بيتفصل كده من بعضه، مش ماسك في بعضه زي العجينه اهو، تمام. وبرده اللي هو الحتت دي اللي هي قشر الموز السليمه دي، دي اللي هي هتبقى مزاني زي ما هوريكي دلوقتي. طول ما انت بتعملي بتتك كده، علشان خاطر احنا حاطين فيه بذر الكتان يطلع الجل اللي جواه، تمام. تهرسي الموزه، تنزل الزيت اللي فيها، مش اللي انا احطه بقى واروح اتفرج على التلفزيون او اروح اعمل حاجه ارجع الاقيه اتحرق. خليكي نصحه كده يا اموره، وما تبوظيش حاجه للماتيريال غالي، وزي ما احنا عارفين الحاجات كلها غاليه اليومين دول، تمام. اهو ما شاء الله قمر ولونه قمرين. بالله عليكم لايك وتعليقات، وحياه ولادكم لايك وتعليقات على قد ما تقدروا، عشان انا لو تعرفي انا بقالي اجي اكتر من اسبوعين زي ما بقول لكم عماله افكر في الزبده اللي انا عاوزه اوصل بيه حرفيا لحاجه اللي هو تليق بيكم، فانت ما تبخليش عليا بلايك وتعليق. اول ما يديكي رغوه كده اعرفي بقى ان القمر بتاع بذر الكتان بدا يطلع البهاريز اللي فيه والجل اللي فيه، تمام. اهو حتى لما تيجي تقلبي كده هتلاقي القوام كده معاكي بيتزفلط وجوسي كده قمر قوي. والنبي وطي شويه لحسن الموبايل بيديني تحذير. هو اللي مستعجل يجري يعني، لكن اللي هو اللي عاوز يستفاد عشان الحاجه تطلع معاه سليمه يستنى. يعني انا اعمل ايه يعني؟ اقطع نفسي؟ قولي لي يا بنتي اقطع نفسي. اهو بتقلهم المفيد يعني، ايه بتقلهم المفيد. لا هو في ناس عندها استعداد مثلا ان هي تقعد تتفرج لك على يوميات ساعه ساعتين وتسمع قصص واخبار، لكن ساعه وصفه مفيده انتوا بتتكلموا كتير، هنبقى نشاور بعد كده. تمام. اهو سامعه الطشه دي؟ كل ما تضغطي اهو كل ما بيطلع لك الايه الجل، تمام. اهو تقليبه كده احلى حاجه احنا هنعملها. اهو دي احلى حاجه اتعملت على القناه اصلا، ده كده هسميه زيت رشا المعجزه. تمام. اهو نزلي بقى كل ده كده، ما تخافيش من الرغوه، الرغوه مجرد ما هتطفي عليه هتلاقيها راحت تماما. في ناس بتنزعج بقى ايه ده هو هيبقى يقضي معايا رغوه، امال فين الزيت؟ لا مجرد ما بنطفي يا غاليه، اصلا الرغوه دي زيت، مجرد ما هنطفي هتلاقيه دلوقتي ركز. والرغوه برده ما تخنكيش اللي هو ايه ده خلاص عمل رغوه، فاللي انا مثلا افضل مركزه في الرغوه واسيبه تحت يتحرق، تمام كده. كل شويه كده تكوني ناصحه تروحي مطلعه كده، لا ده لسه مصفر ولسه طري، فاهمه عليا؟ اهو كل ما يكون طري يبقى لسه بالظبط. اول ما تلاقيه عمال يتهرس معاكي كده ويعملك الطشه دي، لان هو لما يدخل في مرحله النشفان بيكون ايه يعني مش هتلاقيه ان هو يعني تضغطي عليه يتهري، لا بيبقى خلاص نشف بقى. جميل. بعشق انا الرغوه، الرغوه دي يعني بذور الكتان طلعت كل البهاريز اللي فيها اهو، تمام. انا حاسه ان الموبايل هينفجر، انا هطفي دقيقتين وارجع لهم عشان الموبايل سخن قوي، ولا خليني لا خطر على الموبايل، لا اقفل ونرجع بعد دقيقه او دقيقتين. بص يا قلبي سبته دقيقه كده او دقيقتين، ما كملتش والله حتى دقيقتين. ما شاء الله الرغوه عليت قوي، فقلت افرجكم معايا على الجمال، تمام. رغوه عاليه دي حاجه ميزه حلوه، رغوه عاليه بذر الكتان بينزل كل العصاره القمر اللي جواه اللي هتخلي شعرك حرفيا حرير، تمام. بنعمل كده مش بنتخم في الرغوه ونسيب الحاجه تحت تتحرق، تعملي كده اهو. كان في قشره باينه دلوقتي لسه ايه طاري معانا ما نشفش، برضو ايدينا فيه مش القش مش الدوت يخمني فسيب تحت لقيت حرق اهو. حتى لو انت عملت كده هتلاقي القشره الصفراء اللي كنت بقولك عليها لسه صفراء اهو، تمام اهو. ما نحطوش بقى ونتفرج على المسلسل بالظبط ولا اي حاجه، ايدك فيه والله، ولا لا مثلا هروح اطفي التلفزيون ولا هروح اشغل خالص. عشان كده الناس اللي بيقولوا بيتحرق مننا بيتحرق منك، عشان انت اكيد ما كنتيش واقفه جنبه، او انك انت خانتك الرغوه، فاهمه؟ فانت لو انت بتمشي معاه الخطوات بالظبط هتعرفي لا الرغوه كل شويه بنتخرها كده وبنبص اهو، تمام. حلو جدا. وقلت لك قبل كده على فكره تركه، قلت لك ايه؟ قلت لك لو انت مش هتعرفي تشوفي من الرغوه اطفي اطفي، هتلاقي الرغوه راحت هتروح هتلاقي الرغوه راحت تماما، تمام. روحي بص عليه وشوفيه، يعني انت لو عايزاني اعمل لك انا كده دلوقتي اعمل لك ان انا مثلا اطفي لك، استنى اطفي لك كده واوريكي، عشان برضو الحاجه ما تبص منك حرام. اطفي كده يا خلو خالص اهو دلوقتي مثلا، لا ده انا مش عارفه اعمل كده،
ده انا ما اعرفش تحت فيه ايه وخايفه الحاجه تتحرق مني، مفيش مشكله هنروح طافيين زي ما احنا طافينا دلوقتي اهو. لا كل الكلام ده ابتدى يهبط شويه اهو، هيبدا بقى يروح معانا. خليك كده يا باشا هيهبط معانا، نطلع الحراره منه بس. تمام زي ما انت شايفه اهو. بس عشان بس تقولي له هو ولا كده ما تعملش، انت بتوريه. اي نو، انا بعلمك انك انت ما تخمكيش الرغوه تمام وتروحي سايباه. لا انا بروح واقفه كده في النص عشان انا مش عارفه تحت ايه، عمال اعمل كده يديني رغوه. لا بنوقف في النص، احنا مش شايفين تحت. فبنروح واقفين كده في النص وبنروح طافيين اهو زي ما انت شايفه. البابلز دي عماله تروح معانا، الرغوه عماله تروح 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 اهو اهو، شايفه بل قدامنا اهو زي الفل اهو، كل شويه عمال يوضح 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 يوضح. تمام اهو، اهو كده يا قلبي. تمام، لا ده لسه طاري معانا، والقشور الصفرة هي زي ما هي لسه صفرة. طرد الزيت بتاعه بس لسه ده كده معايا اهو، لسه طاري. صحيح مش طاري زي الاول ان انا اضغط عليه يقعد يطلع حاجات كده زي ما كان، بس برضو لسه عاوز له سنة تانية. بشغل عليه النار لحد ما ينشف اكتر من كده، اظن يعني محدش هيشرح لك بالتفصيل الممل كده زي ما انا بشرح لك يا قلبي. تمام اهو، هنحط كل ده على النار تاني لحد لما ينشف معانا. هشغل البوتاجاز وارجع لك تاني. اهو كده شغلت عليه، هيبدا بقى يعمل اهو زي ما انت شايفه رغاوي، وتبدا تزيد وتعلى في الحله اهو. تمام، يبقى اظنش يعني بعد التركه اللي انا علمتها لك دي بتاعت انك انت تطفي في النص عشان تبصي انك انت بعد كده هيتحرق منك حاجه. اهو كده يا روحي، برضو ايدي فيه واقلب ما سيبوش. تمام، هقلب انا شويه وارجع لك برضو عشان الحراره والموبايل، وكمان شويه ارجع اقول لك هنطفي امتى بالظبط. بص كده يا روحي، بنروح عاملين كده من تحت لفوق. تمام، بتحس ان هو هيبدا بقى، ما كانش زي الاول حتت كبيره وحتت كلها ميه زي ما انت شايفه كده، بيبدا يعمل زي نقط كده زي ما انت شايفه حتت صغننه كده. خلاص بيقول لك ان انا قدامي بالكتير اول 5 دقايق وهتطفي عليا. تمام، لما ارفع كده والاقيه عمل معايا نقط كده، اللي هي الحتت الكبيره اللي كانت التجمع دي، لا كل ده بقى عمل معايا زي نقط كده كده. خلاص اشاره اللي هو يلا بقى انتبهي واستعدي عشان خلاص هنطفي عليه. تمام اهو اهو، قرب خالص بدا يبقى بني. تمام، برضو ايدينا فيه، وهقول لك امتى بالظبط نطفي. اهو كده يا روحي، ايدينا فيه. تمام، خلاص احنا قربنا اهو، خلاص بقت نقط صغيره خالص زي ما انت شايفه اهوت، حاجه بجد 100 100، ولا حاجه اتحرقت مننا ولا حاجه اتعملت، وبدا معانا اهو زي ما انا قلت لك ينشف معانا ويبقى زي الفل اهو. هنعمل ايه بقى في الخطوه دي؟ هنطفي يا روحي، هتلاقي بقى كل الاطفي يا خالو زي ما وريناكم من شويه، اول ما هنطفي هتلاقي الرغوه دي راحت معانا تمام اهو. خليكي معايا ثانيه، لايك يا بنات بالله عليكم، بالله عليكم لايك وتعليقات. تمام، حتى لما تيجي تبصي كده على الرغوه تلاقي اللي هي عامله زي نقط بني اهو. تمام، اللي هو ايه، خلاص كده انت ماشيه المرحله الصح حرفيا. عمال يهبط يهبط لحد بس ما هوريكي ان الرغوه دي في الاخر بتكون زيت اهي، عشان بس الحراره بتاعت البوتاجاز هي اللي مخليها لسه تستمر، بس واحده واحده بتهبط اهي معانا. شايفه النقط البني اهو، كل اللي كان طاري وعامل زي العجين واوا خلاص بقى نقط اهي بني معانا زي الفل اهو. بصي اهي، بصي زي الفل، ولا في ميه ولا اي حاجه مزيكا. تمام اهو، اول ما يعمل معاكي كده وتلاقي البني نطر معاكي كده لما تيجي تطفي اعرفي انك انت ماشيه صح الصح وممتاز الممتاز اهو. تمام اهو، استنى بس ثانيه الرغوه تروح، هتلاقي الزيت معاكي طلع على الوش. اهو كده يا قلبي، الرغوه عماله تروح خالص. تمام، الزيت بدا يظهر اهو، نستنى لما تروح خالص. تمام اهو، الزيت معانا زي الفل،
ما اتحرقش ولا حاجة، تمام، لونه جميل. ايه الحاجات اللي كانت كلها مية اهي، تمام، ما اتحرقتش ولا سودت ولا اي حاجة، زي الفل اهو، تمام كده شغل اهو. الزيت اللهم بارك اهو، حاجة عسل. الكمية اللي كانت كبيرة وهيصة وفرح ابن العمدة اهو كلها اهو، بصي بقت حاجات اهو مقرمشة زي ما علمتك قبل كده، تمام كده يا غالية. هصفي الزيت دوت وارجع لك بقى نشوف ايه القمر اللي احنا هنحطه عليه بعد كده. ورجعنا تاني يا حبايب قلبي، والحد كده احنا ماشيين فل الفل. ثواني يا رشا، اتفضل. دلوقتي يا جماعه احنا هنعمل حاجه ليكوا بمنتهى الامانه والمصداقيه، حاجه كده صاروخيه، بس اللي احنا عايزينكم تفهموه اللي احنا مش بنعمل وصفه موز فقط، صح، مش بنعمل حاجه كده اعجاز علمي فعلا. بالظبط. مش بنعمل حاجه للتساقط فقط، للتطويل فقط، احنا هنعمل حاجة بالنسبة لكم فعلا وحرفيا قنبلة. عشان نعمل الوصفة دي اقسم بالله وحياة اولادي خدت مننا ساعات وقد تكون ايام علشان نعرف نطلعها بالشكل والانبهار اللي انت هتشوفيه دلوقتي. اي قناة حرامية زي القنوات الحرامية اللي سرقت شغلنا ومجهودنا وكلكم عارفينها، بعد اذنكم القناه اللي تلاقوها سرقت شغلنا تدخلي لها وتكتبي لها انت سرقه الوصفه من قناه فلان، رجاء دي بس طلبي ليكي، عشان حرام نبقى سهرانين وطلع عينينا ومش بننام عشان نقدم لك انت حاجه تليق بيكي وفي الاخر شغلنا يتسرق على قناه بره. فرجاء لو لقيت شغلنا على قناه تانية على طول تعرفيها ان هي حراميه وبتسرق مجهود غيرها. يلا بقى هتبدا معانا المرحله اللي هي ليفل الوحش. الزيت عملناه وصفيناه، قوامه تحفة طبعا زي ما احنا متعودين، وحاجة مزيكا. حطي بقى في قبل ما نحطه في كنا اتكلمنا الفترة اللي فاتت عن عشبة قنبلة، بس هنحط أحشاب مش عشبة، عشبة قنبلة في تطويل الشعر حتى ان هي اسم على مسمى. عشبة ايه يا راشا؟ اتكلمنا يا غالية عن عشبة اسمها عشبة ديل الحصان. عشبة ديل الحصان اهي، حتى ان انت اقري لهم كده الاسم يخلوا بين قدامهم. اه ديل الحصان ده اهي، بتروح للعطار ب 10 جنيه كان كيس ملان عن كده ووريتهولك، تمام اهو عشبه اهي ديل الحصان، تمام، دي كان ب 10 جنيه الكيس، واهو ب 10 جنيه وكانت اكتر من كده. بيبقى شكلها ازاي لو انت اول مره تشوفينا؟ مديه على روزماري، بس هو بالظبط، وحطيتهم لكم الاثنين قبل كده في فيديو وريتك الفرق بين الاثنين. ديل الحصان بيعمل ايه للناس اللي اول مره تشوفنا؟ قلنا تطوير رهيب للشعر ومنجم فيتامينات وحاجات كتير قوي كده، عشان ما اضيع لكيش بس وقتك لان الفيديو طال غصب عننا. ديل الحصان اللي هي رقم واحد، اقوى من الروزماري واقوى من الجن الازرق في تطويل الشعر، بلاص بقى منجم فيتامينات ومنجم حاجات كده وكولاجين وحاجات رهيبه جدا لشعرنا، تمام. عملنا ايه؟ هناخد منها معلقه، تمام، خليكي معايا. اللي جاي تقيل واللي جاي جديد، واكتبي له مرشه الحاجات دي على الشاشه، تمام كده، تمام كده. لا هم يركزوا، انا مش هجهد نفسي اكتر من كده. انت ركزي، فاتك مكون او كده مش مشكلتي، لان في ناس بتحب تجرب الفيديو، فانا مش اللي انا هقعد اعيد مرتين. ركزي. تاني حاجه اتكلمنا عن عشبه قنبله للشعر، وقلنا ان حاجه رهيبه للشيب، حاجه رهيبه في انبات الشعر، حاجه رهيبه في تنعيم الشعر، كل حاجه حرفيا. اللي هي عشبه ايه؟ رجل الاسد. عشبه رجل الاسد اهي، بيبقى بالمنظر ده، قلت لك حتى كده بالبلدي شبه رجل العصفوره، بس هم مسمينها رجل اسد اهي. بالظبط، بيبقى هو ده شكلها يا قلب اختك. ثواني يا رشا، ثواني بس يا خالو، خلينا منتظمين. رجل الاسد ارخص مما يكون، الكيس اللي انت شايفاه ده وعملنا بيه وصفات كتير بخمسة جنيه ونص، مكتوب اهو اسمها رجل الاسد، منجم فيتامينات وحاجات لترطيب وتطويل وانبات الشعر خرافيه. الوصفة النهاردة أنا مش بعملها للتنعيم، زيت الموز معروف إن بينعم الشعر وبلسم الشعر ولا بلا بلا، أنا بعمل وصفة أعالج بيها الشيب، بعمل وصفة أعالج التساقط، بعمل وصفة أطول شعري، بعمل وصفة للصلع، بعمل وصفة للسلابة، بعمل وصفة لإنبات الفراغات وللجفاف ولترطيب الشعر. ما هو بلسم طبيعي. بالظبط. معايا البختك، صان رهيبة في الشعر، رجل الأسد رهيبة للشعر.
هتروح لنفس العطار والمكونات ارخص مما يكون. الكيس ده كله قلت لك ب 5 جنيه، يعني ب 20 جنيه، هتقعد معاكي فتره طويله. هتروحي من العطار تاني هتقولي له العشبه المعجزه اللي هو عملنا عنها فيديو واتكلمنا وقلنا سر طول، والله حرفيا من حد هندي كان خاله يعرفه معرفه شخصيه، قال له بص انا هقول لك اللي انت ما سمحتوش قبل كده، دي اللي هو السر الاساسي في تطويل شعر الهنود، كان واحد زميله في السعوديه هندي. ايه هو؟ كان ورق الكاري اهو الاسم برضو، تمام اهو ورق باين خلو ورق الكاري اهو، ورق الكاري بكام الكيس ده؟ ب4.5 جنيه، كانوا حبه كتار وعملنا منهم وصفات، شكله ايه من جوه؟ شكله اهو تمام اهو، ورق زي ورق الشجرة اهو، باين باين قشطة جدا. ب20 جنيه احشاب هتكفيني انا واخواتي وولاد اخواتي ومراتات اخويا والعيلة وولاد العيلة، هيكفوكي سنة حرفيا، وانا ادي كلمتي انا مش عاوزة الا معلقة من ديل الحصان، معلقة من رجل الاسد، معلقة من الكاري تمام كده. الكاري اصلا بيعمل ايه؟ سرعه انبات الشعر يا رشا بالظبط، الشيب هيحافظ على الـ الـ الشعر من اللي هو يروح لونه، مش عشان ان بيطول الشعر وهو بالزبط. ده السر اللي هو زميله الهندي قال عليه اطلاقا، ده رهيب رهيب، واتكلمنا عنه واحنا بنعمل بيه وصفه قبل كده انه رهيب لعلاج الشيب. قول لهم كده كان بيعمل ايه للشيب. بص هو بيعمل ثلاثه رئيسيه يعني ثلاث حاجات رئيسيين يا جماعه بيعملها في الشيب. اول حاجه اللي هو بيحافظ لك على لون الشعر اساسي، تمام. تاني حاجه اللي هو بيمنع لك انتشار الشعر الابيض في الراس بطريقه مبهره وخياليه كمان، ممتاز. طيب التالته بقى بيعمل ايه؟ بيصلح صبغه المينامين عشان ترجع تعيد نشاطها من جديد، وبلس ان قلنا من الاحشاب اللي بتحافظ على رطوبه الشعر او جزيئات الميه، بيحافظ على ترطيب الشعرايه، بيخلي شعرايتك اصلا اوريدي ناعمه، تمام. يبقى مش مجرد ان انا جبت تلات احشاب وخلاص، هحط لك برده سكرينات بفوايد كل منهم صيدليه حرفيا متكامله. النهارده انا بضرب 100 عصفور بحجر واحد، تمام. ركزي عشان برده لسه هقول لك هيحصل ايه تاني بعد كده. طيب انا هعمل ايه دلوقتي يا رشا؟ انا مش فاهمه هيتعملي كل خير. هناخد معلقه من الكاري، تمام، معلقه من ديل الحصان، معلقه من رجل الاسد، وهنطحنهم يا جماعه. اها اقفل يا خلو الاكياس دي. طحنتهم هنا يا قلب اختك اهو، بقوا بالمنظر اللي باين قدامهم اهو، بقوا بالمنظر اللي انت شايفاه ده. ده ايه يا رشا؟ معلقه من ديل الحصان على بالزبط. معلقه من الكاري على معلقه من رجل الاسد، يطلع معايا ناعم بالمنظر ده. ركزي عشان في طريقتين لازم هيتعملوا في طريقتين المفروض يتعملوا بيهم، ولك ان تختاري مطلق الحريه، تمام. في طريقه اولى اني انا قبل ما كنت لو انا كنت باخد الزيت بتاع الذره ده كنت انا اروح حاطه فيه المعلقه 3 من دي كده، معلقه 2 3، وارفعه على حمام مريم بالظبط كده نص ساعه، تمام، اللي هو حمام بخار بمعنى اصح، ارفعه على حمام بخار لمده نص ساعه، وبعد كده اصفيه واعمل خطوات زيت الموز، تمام. فاهمين عليا بالله عليكم كده؟ يبقى دي كده الخطوه اللي كان ممكن ان احنا نعملها، وفي خطوه انا هعملها دلوقتي. يبقى في خطوتين الاسهل والايسر ليك اعمليها. اني انا في الاول خالص وانا باخد كوبايه من زيت الذرة او زيت عباد بحط عليها معلقتين من الاعشاب دي، وبرفعه على حمام بخار او على حمام بريد اكننا بنعمل زيت الاعشاب. وبعد نص ساعه بصفيه واحط عليه بقى الموز، وبحط عليه بذور الكتان، وبضربهم في الخلاط، وبعد كده بعمل خطوه الزيت وكده قمر، تمام. وفي الطريقه اللي اختك رشا هتعملها دلوقتي. ايه يا رشا طريقتك؟ ان انا ماشي هعمل الزيت خطوه خطوه زي ما احنا عملنا، تمام. هتيجي بقى هنا هتروحي جايه وجايبه بطرمان، حلو قوي، وهنصفي الموز اللي احنا عملناه بتاع القش والبذر الكتان، هنحطه بقى. احنا طبعا مصفيينه هنا اهو في الكوبايه، هنحطه لا هنحطه يعني مش هنصفيه، هو اوريدي متصفي، ماشي، هنحطه بقى هنا اهو بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو سخن جدا، تمام، انتوا الزيت بيقعد حلاوته، خلي بالك بيقعد فتره كده على النار زي ما انتوا خلي بالك برضو حلاوته عارفين. اللي هو سخن ما انا لسه هقول لك اهو. هو طبعا سخن عشان زيت الموز بيقعد حبه على النار. طبعا
قد يكون برد سيكا عشان خاطر انا قعدت اكلمك واشرح لك، بس انت طبعا بقى هتروحي عامله كده، نازل من على النار صفيناه، احشابك تكون جاهزه اوريدي مطحونه وهو سخن كده وقمر، تحطيلي جايه بقى حاطه ايه معلقه كده من القمر ده، عايزه تزودي زودي كفايه معلقه، لان احنا معانا يجي تلت برطمان تمام مشكلة. لو انت ماليه البطرمان حطي بقى حبه قد دول تمام اهو، وهتقلبيهم بقى تقليبه جميله تاني علشان لوجي بنتي تبقى اطول شعر في المدرسه تمام اهو. عايز اقول لكم زيت الموز ده بنتخانق عليه، اللي هو جودي ولوجي بيشدوا شعور بعض حرفيا عليه تمام اهو. قلب 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 تمام، حرفيا والله ما بتهنى عليه، اللي هو ايه كده اللي هو، وحتى انا مثلا شخصيا اه لوجي غلبانه مهدور حقها، اللي هو ايه لا خلاص خليه لوجي وانا هعمل المره الجايه ليا، فاهمه؟ بجد رهيب قنبله حرفيا. عايزة اقول لك ان القنبلة ان احنا عاملينها النهاردة دي عاملينها علشان النهاردة عيد ميلاد باش مهندس سيف، فزي ما كده تحياتي ليك يا رشا، وتخيل الناس فين يا جماعة، فين الهدايا؟ فين الهدايا؟ تعليقات زي عيد ميلادي كده، قلت لهم عيد ميلادي انا عايزة هديتي تعليقات، هم هيهدوك بتعليقات. ماشي التورت عليا برضو يلا التورت عليا. كل سنة وانت طيب يا عبال مليون سنة. عشان عيد ميلاد خاله، فاللي هو بمعنى صح ما حبيناش ندخل لكم بايدينا فاضيين. يوم عيد ميلادي لما كنت عامله لكم زيت رشا السحري وكلكم قلتوا عليه شعر، النهارده باشمهندس سيف نزل لنا حاجه قنبله حرفيا طليق بعيد ميلاده، وصفه حرفيا جبار كده قمر قوي. طب انت هتعملي ايه يا رشا؟ هغطي البطرمان وهسيبه في رينج 3 4 ايام تمام، مش اسبوعين بقى ولا الكلام ده، لا انا عارفه ان انت مستعجله، وفي نفس الوقت احنا اوريدي استخدمنا الزيت سخن بالزبط. تمام، الزيت مش كانش ساقع ولا يعني في حراره الغرفه، في خلال 3 4 ايام كل يوم كده نبدا نرجه كده زي ما احنا بالزبط. متعودين عشان كل ده هيرسى تحت في القاع، وبرده بنحطه في قلب حاجه سودة او في شراب جوز، في شراب جوزك زي ما احنا متعودين تمام بالظبط. هو بقى زي ما بقول لك كده هو سخن، فهتلاقي اصلا يعني انت حتى لو انت درتي بالك يا قلبي اهو، مجرد ما احنا اصلا حطينا الزيت وهو سخن هو اللي هو اصلا بدا لونه يغير، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله اصفر قمر كده وذهب، بدا بقى لونه هو اصلا يغير معانا تمام، وده حلاوته وجماله. هغطي عليه ببطرمان وهحطه في قلب شراب جوزي، وهرفعه على الرف لمده 3 او 4 ايام، بعيد عن حته فيها شمس، بعيد عن حته فيها ساقعه او كده، ما حدش يحطه لي في الثلاجه، ما يتحطوش جنب بوتاجاز، بعيد عن الضوء وخلاص بالظبط يعني. ما حطوش جنب بوتاجاز، ادير بالي كويس جدا البطرمان يكون متجفف ما فيهوش بقايا ميه عشان ما يتلفش. المعلقه اللي استخدمها مش فرحتي اغسلها واجي اعمل بيها، لا كل حاجه تكون متنشفه ومتعقمه. الناس بتقول لك فتره الصلاحيه قد ايه، ما انت حضرتك لو ما عملتي الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي مش محتاجه تعرفي، خلاص هيفضل معاك بالشهور مش هيحصل له حاجه حرفيا تمام. تمام خلاص، انا سبته 3 4 ايام وخد وده وما شاء الله لونه غير، طلعه واصفيه والبهريز خلاص اتعمل، هتدخلي يا قلب اختك. احلى حاجه بقى للتصفيه زي ما قلت لك المناديل المبلله، بس بتطلعيها كده شويه في الهواء لحد لما الكحول اللي فيها ده يطير. عندك انت مصفه كده سلكها ضيق وقمر، هنصفي فيها هيبقى حلو جدا. نعمل ايه بعد كده؟ معلقه او معلقتين من الجليسرين نحطهم عليه، ده مش هيبقى كده الجوسي ولا القمر، ده بقى كده تسميه السيرم المعجزه، عزيت المعجزه والله العظيم. انا بشكر الست الوالده اللي هي اختك برضو ان هي جابتني لهذه الدنيا تمام، عشان املى الدنيا اختراعه تمام كده يا روحي تمام كده، ومية مية. وعدى 3 4 ايام وصفيناه وحطينا معلقه الجليسرين، والقوام بتاعه بقى حاجه مزيكا حرفيا. بستخدمه ازاي؟ السؤال المحتاج. لاما نستخدمه كحمام زيت يا رشا بالظبط، او كدهان يومي بالظبط كده، قبل ما بسرح شعري بستخدمه، او وزي ما قلت لك الشعر محتاج الاثنين، مش مثلا لا خلاص انا قبل ما اسرح شعري هحطه، لا انت محتاج، قلت لك مليون مره، الشعر محتاج مره في الاسبوع حمام زيت، الشعر محتاج مره في الاسبوع حمام كريم، الشعر محتاج بشكل يومي رش يترش عليه، فاهمه عليا الحاجات دي بالله عليكي؟ لو انت عايزه شعرك يتحسن. خلي بالكم من حاجه، ان عشب الكاري يا جماعه زي ما قلنا كده بتصلح ايه اضرار الايه التصفيف، من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في الكاري زي ما قلت لكم حتى في الفيديو، قلت لك لو انت بتستخدمي مشط بلاستيك بيعمل شحنات كهربائيه، او بتستخدمي مكوى بتقصف لك شعرك، فهي من الحاجات الحلوه قوي اللي بترمم معانا الشعر. الناس اللي شعرها متقصف ومحروق، وحتى كان برضو من ضمن الحاجات ان هي بتصلح الشعر المحروق تمام، بترمم الشعر حرفيا تمام. وصفه تحفه اجتهدنا فيها وتعبنا، خياليه، مستنيين تقديرك انت بقى، يعني احنا من ناحيتنا عملنا اللي علينا وسهرنا واجتهدنا وفكرنا وطلعنا حاجه طليق بيكي،
هنشوف بقى انت هتقدري تعب الناس ولا هتبخسي بالناس اشياء. ارجوكي لايك وتعليقات عشان ما تضيعيش تعبنا. كل ما نلاقي حاجه جديده تستحقيها وكل ما نلاقي فكره جديده مش هنبخل عليكي بيها وهتلاقينا على طول طلعنا وقلنا نورتنا يا باشمهندس. وبجد انت ضفت لنا حاجات حلوه قوي. ودورك رشا ولكل سنه وانت طيبه عشان عندها عيد ميلادي. انا اللي طيبه. تحياتي ليك. تحياتي. مع بال مليون سنه وربنا يجعلها يا رب سنه جديده. ربنا يجعلها سنه سعيده عليك يا رب. لايك يا امارات وتعليق واختم الفيديو بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.